إسلام إبراهيم ممثل مصري معروف شغفه بالتمثيل منذ الصغر وتتلمذ على يد المخرج الكبير خالد جلال، كما أنه نال شهرة واسعة من خلال برنامج SNL بالعربي، واشتهر بأدواره الكوميدية وخفة ظله أمام الكاميرات وخلف الكواليس. ولد الفنان المصري الشاب إسلام إبراهيم في مدينة دمياط، ودرس جميع المراحل الدراسية في دمياط حتى حصل على الشهادة الثانوية مع معدل جعله يكمل دراسته الجامعية في كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة. شغفه بالتمثيل منذ الصغر، وبدأ يقدم العروض المسرحية على مسرح المدرسة، ثم تعلم أصول التمثيل عن طريق قراءة الروايات التي تعكس الشخصيات بكل التفاصيل الممكنة للشخصية، بالإضافة إلى مشاهدة الأفلام للتعلم من كبار النجوم. بعد التخرج من الجامعة حصل إسلام إبراهيم على دبلومة في الاحتياجات الخاصة، وعمل كأخصائي تخاطب مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكنه لم يعمل سوى لفترة قصيرة. احترف إسلام التمثيل وهو في سن 21 عندما كان طالب في كلية الآداب، فبدأ الوقوف على مسرح الجامعة وتقديم بعض العروض المسرحية، ثم التحق بورش فنية للتعمق أكثر في دراسة الدراما والسينما مع المخرج الكبير خالد جلال، وسنحت له الفرصة للوقوف لأول مرة أمام عدسات الكاميرا بعد مناقشة مشروع التخرج الذي كان يعمل عليه في ورشة الإبداع، ومن هناك تعرف عليه المنتج طارق الجنيني الذي طلب منه الانضمام هو وأربعة آخرون لتقديم برنامج SNL بالعربي، لكنه كان له عدة محاولات للمشاركة في التلفزيون أو الإذاعة قبل الانضمام لأسرة البرنامج، لكنه لم يوفق بين عمله في القاهرة وعائلته في دمياط. نجح إسلام إبراهيم في برنامج SNL بالعربي في مواسمه الثلاثة، وكان البرنامج هو البوابة التي اشتهر من خلالها إسلام إبراهيم، كما أنه أثبت للجمهور الموهبة الكبيرة التي يمتلكها، حيث كانت أغلب أدواره في البرنامج بشخصية الأم أو الحما ذات الطباع السيئة. قدم الفنان إسلام إبراهيم الكثير من الأعمال الفنية المميزة خلال مسيرته الممتدة حتى هذه اللحظة، ووقف أمام كبار نجوم السينما في مصر مثل الفنان أحمد عز وغيره من النجوم، ومن أبرز أعماله لعب دور بسيط في فيلم فزاع، حيث جسد شخصية عضو في لجنة التحكيم في الفيلم الذي تدور أحداثه حول فزاع الذي يقرر تغيير مسار حياته فينتقل للعيش في محافظة القاهرة ليتفاجأ بنمط حياة جديد عليه وبعيد كل البعد عن حياة الصعيد. شارك أيضا في فيلم ساعة رضا بطولة الفنان أحمد فتحي ومحمد ثروت، بالإضافة إلى الفنانة هالة فاخر، وتدور الأحداث حول رضا الذي يسكن في حي شعبي ويعمل ميكانيكي في ورشة بسيطة، ويقع في حب إحدى الفتيات ويجد منبه يحتوي على تعويذة تجعله يعود بالزمن إلى الوراء، وهنا يجد ضالته كي يفوز بقلب الفتاة التي يحبها. جسد شخصية المأذون في مسلسل ريح المدام بطولة الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني، بالإضافة إلى الفنانة مي عمر، وتدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة متصلة حول شخصية سلطان الذي يعمل كمخرج إعلانات، ولأنه يخون زوجته باستمرار تقرر معاقبته بالاتفاق مع صديقه الدكتور النفسي بهجت الذي يكون مسؤول على إعداد المقلب. وقدم دور في مسلسل طلعت روحي بطولة الفنانة إنجي وجدان ونيكولا معوض، وجسد شخصية تيسير في المسلسل الذي تدور أحداثه حول فتاة تحلم بأن تصبح عارضة أزياء مشهورة، ولكن القدر يحول دون ذلك، حيث تتعرض لحادث سير يقلب حياتها رأسا على عقب، وتدخل العمليات فتطلب من الله فرصة تانية للحياة، وتعود إلى الأرض بجسد آخر وعليها التعايش مع الواقع وتقبل نفسها. أما بالنسبة لأبرز أدواره في التلفزيون، كان عندما شارك في مسلسل ميت وش بطولة الفنانة نيلي كريم والفنان آسر ياسين، وجسد إسلام شخصية حمادة في المسلسل الذي تدور أحداثه حول سكر نصابة محترفة يتم النصب عليها من قبل عمر الذي يكون هو بدوره نصاب محترف أيضا، لتدخل في صراعات لإعادة أموالها وينتهي بها المطاف لتشاركه في عملية النصب مع فريق جديد.
أما عن حياته الشخصية فلم يتزوج إسلام إبراهيم حتى وقتنا هذا، ولم يتحدث أيضا عن حياته الشخصية كثيرا خلال تصريحاته أو أي لقاء إعلامي ظهر فيه النجم الشاب، لكنه دائما ما كان يمازح الجمهور بأبرز الأدوار التي يقدمها وهو دور المرأة، حيث نشر الكوميك على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك يخبر فيها الجمهور ارتباطه بالفنان آسر ياسين من خلال صورة تجمعهما من مسلسل ميت وش.